السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جيت هاب ده موقع مهم للمبرمجين، بتلاقي فيه أكواد كتيرة، بتلاقي فيه مشاريع كتيرة أوبن سورس تقدر إن أنت تتعلم منها. طيب في جزء منها خاص بالترند، زي ما في في السوشيال ميديا حاجة خاصة ترند، يعني ناس كتيرة مهتمية بيها. في دلوقتي ترند في الجيت هاب. طيب إيه أكتر حاجات موجودة في الترندات؟ طبعا الذكاء الصناعي رقم واحد، تمام. جزء بقى من الذكاء الصناعي اللي هو الأوتو جي بي تي او الاوتو ام ال او المولدات الذاتيه. يعني ايه مولدات ذاتيه؟ يعني انظمه مستقله ممكن تشتغل لوحدها من غير تدخل بشري، هم لوحدهم ياخدوا القرار، هم لوحدهم ينفذوا المهمه المطلوبه منهم من غير ما يرجع لك، من غير ما يسالك. دي طبعا حاجه رهيبه جدا، ده بيعمل طفره في التكنولوجيا. دي مشاريع كثيره، وفي مشاريع فيهم زي المشروع دوت متبنياه مايكروسوفت، ده من ضمن مشاريع مايكروسوفت اللي مهم جدا في الذكاء الاصطناعي وفي توليد الموسيقى وحاجات تانية كتير من غير ما يقف يسأل المبرمج او ياخد رأيه او اي حاجة خالص. ولذلك يعني من ضمن الحاجات اللي صراحة في المؤتمرات الاخيرة للذكاء الاصطناعي ان خلال ثلاث سنين الذكاء الاصطناعي هيبدأ يبتكر علوم لم تكن موجودة. هتلاقي في علوم ما كانتش موجودة قبل كده، ما نعرفش عنها خالص، علوم غير الفلك والاجتماع، وهو هيبتكر علوم احنا نبدأ ان احنا نذاكرها. لازم نهتم بفكرة الذكاء الصناعي ونتعلم كل يوم ايه الحاجات الجديدة اللي بتحصل، لان زي ما انت شايف دي كلها تمام حاجات مهمة جدا. انا مثلا هبدأ اول ما في الفيديو هبدأ اقرأ في بعض الحاجات اللي فيها، وان شاء الله نخصلكوا على قناة بمرئ.